الحمد لله، كيف نعرفه يعرف الجميع لأن كنشتغلوا على مناهضة العنف ضد النساء بما يقارب 22 سنة. وملي كنقولوا النساء دائما كنبقاو كونيين، أو أي عمل أو مبدأ حقوقي عند أي إنسان خاص يكون يتكلم أول شيء بالكونية، أن احنا ما كنحددوا لا خصوصية ولا منطقة. وكيف يعرف وكيف يعرف الجميع على أنه هو اليوم العالمي للمرأة، وهو يوم حقوقي لحقوق النساء بامتياز، لأنه معروف علاش دار وعلاش تعين. هو ليس بالاحتفاء أو الاحتفال وهذا، ولكن هو يوم بطرح مكتسبات اللي حققوا النساء واللي مازال كيطالبوا بهم. ومن هذا المنبر ديال الأنفاس أتمنى على أنه نكونوا اليوم نكونوا قدوة للنساء، ونكونوا قدوة للأجيال اللي هي كتقول لا، اللي هي كتنبذ العنف، اللي هي كتنبذ كل ما يمس بالسلامة الجسدية والنفسية والاقتصادية للمرأة. كذلك كيف نعرفوا على أنه النساء وهما بالفطرة من عند مولانا قويات، كيف نشوفوا الآن إحنا الآن في هذه اللحظة نساء تقاوي من الحروب، كاين نساء في أوكرانيا، كاين نساء في فلسطين، كاين نساء في اليمن، كاين نساء في العراق، كاين نساء في سوريا، وتحية لهم حقوقية من الأقاليم الجنوبية. أتمنى أن يكون يوما على أنهم يبدأوا به نفس جديد ويناضلوا من أجل اكتساب حقوقهم. بالنسبة للعنف ضد النساء، وهو العنف ليس بالضرورة أن يكون على أنه عنف فيه ضرب أو جرح أو مس بالسلامة الجسدية البليغة للمرأة، لكن كيف نعرف على كاين عدة أنواع من العنف، كاين العنف النفسي، كاين العنف الاقتصادي، كاين العنف الاجتماعي، وهو العنف أشكال وأنواع. ونتمنى كذلك على أنه تكون استراتيجية جديدة لا بالنسبة للدولة ولا جميع الحكومات، وهو التمكين الاقتصادي الحقيقي للمرأة، لأنه كيف كنعرف المرأة إذا تمكنت اقتصاديا وكان عندها واحد إثبات ذات مادي حقيقي، تقدر تستغنى عن جميع المواقف اللي تخليها تضطر على أنها تصبر على الإهانة وعلى العنف